الأستاذ سامح عواد مدير القطاع التجاري بشركة هوم تاون للتطوير العقاري، يمتلك خبرة 19 عام بالمجال العقاري جعلت منه خبيراً واستشارياً عقارياً متميزاً. يتميز بتاريخه في عدد من الشركات اللي قدم فيها حلول متميزة لإدارة الأزمات ووضع خطط بيعية تختلف عن السوق العقاري. النهاردة احنا نزلنا زيارة في العاصمة الإدارية الجديدة علشان نشوف مشروع زها بارك، هنتكلم عنه بالتفصيل وهنعرف عنه كل حاجة. معايا ومعاكم النهاردة أستاذ سامح عواد المدير القطاع التجاري لشركة هوم تاون، برحب بيه جدا. يعني أنا مبسوطة جدا في جولتي معاكم النهاردة بزها. خلينا نتكلم شوية معاك عن المشروع وتدينا تفاصيله. اولا احنا سعداء بوجود حضرتك معانا هنا في المشروع. طيب كلمني كده وقول لي احنا مول زها بارك هيكون عامل ازاي؟ يعني الناس اللي ما سمعتش عنه، انا حابه معاك النهارده من العاصمه الاداريه الجديده تديني تفاصيل، تقول لي كام دور، هيبقى على مساحه ايه مساحته، خلينا نتكلم ونتناقش كده بالتفصيل. بالنسبه لمول زها بارك حضرتك بتتكلمي، الارض عباره عن 7200 متر مربع. المول عبارة عن أرضي وتسع أدوار متكررة، أرضي ودورين ده تجاري كوميرشال، وثلاث أدوار ميديكال، وأربع أدوار إداري أو أدمينستريتيف. حلو قوي. إحنا بنتكلم في مول زها بارك، يمكن من المولات المتميزة قوي، بناء على أن العاصمة الإدارية كلها يعني ما ينفعش يطلع فيها بروجكت يكون خدماته قليلة أو كده، فحبينا أن احنا في مول زها بارك نطلعه من أفضل المولات الموجود في المنطقة، بل بالعكس هيكون من أفضل المولات الموجودة في العاصمة الإدارية كلها إن شاء الله. قولي إيه المميزات اللي احنا موجودة في زها بارك عن أي مول تجاري هيبقى موجود النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة؟ بصي حضرتك، احنا في مول زها بارك حبينا نعمل أساسيات المولات أو الأساسيات الموجودة في أي مول، حبينا نعملها هنا بس بمستوى أعلى. بمعنى إيه؟ حضرتك في أكتر من مول بيكون متواجد جنب بعضه، بيكون في أساسيات زي أساسيات التشغيل، زي أساسيات الأمن، زي أساسيات كذا، زي البناء، الخرسانة، الطبي، الكلام ده حبينا نعمله زي ما هو، بل بالعكس بقى نضيف ليه حتة زيادة عشان تبقى الأساسيات مضاف ليها جزء جديد يخدم على الكلاينت. يعني مثلا في الإداري احنا جينا عملنا الأدوار الإداري ديت أو الأربع أدوار الإداري، وعملنا في الروف منطقة كده للموظفين اللي هيكونوا موجودين في الشركات بجزء كافيهات بريستورانز بكده عشان وقت البريك نخدم عليه. في الميديكال في الطبي في جزء يعني سيتنج اريا كده او جزء استراحه لبعض العيادات اللي هتكون صغيره او لخدمات العيادات دي. فالاساسيات احنا عاملينها بمستوى عالي، وحبينا ننفرد بقى ببعض الخدمات اللي مش موجوده في مولات حوالينا على الاقل. فعملنا اول سوليد بولينج AMF، وده من انواع البولينج اللي بيلعب بولينج عارف. عملنا اول بحيره صناعيه موجوده في العاصمه الاداريه الجديده، بحيره رمليه مش بحيره صناعيه عاديه بامواج او كده، هي بحيره رمليه. وعملنا المنطقه اللي حواليها كلها كافيهات وريستورانز وبوثين. ده تحت ولا في الروف؟ لا ده دي في الاوت اريا اللي حوالين المول. بالظبط كده، اللي حوالين المول عملنا فيه كيدز اريا، عملنا الفود كورت، عملنا الاساسيات دي زي ما بقول لحضرتك بخدمات اعلى، لان من اهم الحاجات اللي بتميز مول عن التاني هي التشغيل بتاع المول ده وازاي. يعني بمعنى ايه؟ بتلاقي حضرتك كومباوند وجنبه كومباوند تاني، او مول وجنبه مول تاني، ده مشهور قوي وكل الناس بتروحه بالفعل. والمول دوت لا التشغيل فيه قليل، فتبصي تلاقي المحلات نفسها او البراندات مش راضيه تفتح فيه. عشان كده كان عندنا التشغيل اهم بمراحل من مراحل البناء العاديه. طيب انا دكتور النهارده او ايا كان العميل وجايه عايزه استثمر هنا، هستثمر في مشروع زها، ايه اللي هيخليني اتجه للمشروع؟ يعني ايه اللي هيلفت نظري؟ ايه الميزه او المميزات اللي انت هتقدمها لي كعميل؟ طيب بصي، خليني اتكلم في نقطه هي بتهم انتباه كل كلاينت جاي يستثمر، ايا كان اذا كان هو دكتور او هو انفستور عادي او هو صاحب براند وعايز يستثمر معانا او كده.
في ثلاث نقط بيكونوا مهمين جدا بالنسبه للعميل ده. اول نقطه وبالنسبه لي دي اهم نقطه واللي لازم يركز فيها اسم الشركه او البراند نيم اللي رايح ياخد منه. اسم الشركه ده بيفرق معاه من A to Z، وبيفرق اذا كان الشركه دي هتسلم المشروع وهتسلمه بنفس الديزاين ونفس الكفاءة ولا هتسلمه أزيد. بمعنى إيه؟ إن في ناس ما بتسلمش للأسف المشروع في مواعيده أو بتسلمه بشكل مختلف عن الشكل اللي هم عارضين بيه، وفي ناس بتسلمه بالشكل اللي هم عارضين بيه، وفي ناس ودول هوم تاون بتسلمه بشكل افضل من العارض بيه. لان احنا في الاخر احنا طريقه عرضنا بتكون عن طريق الماكت، عن طريق البروشور، عن طريق حاجات كلها يعني اوفسيت او كده. الكلام ده ما بتقدريش تبيني خدمات فيه، ما بتقدريش تبيني سكيورتي بيتعامل ازاي، بيخلي باله من المول ازاي، ما تقدريش تبيني مدى نظافة المكان والأمور دي ماشية زي، ما تقدريش تبيني التشغيل والتزامك بالمواعيد عاملة زي، ما تقدريش تبيني جمال الماتيريال دي. هو في الآخر باين على بروشور حجم كده أو ماكت حتى لو متر بس أنا هقدر أبينها إن شاء الله من خلال البرنامج بعد أكيد ما تخلص أكيد المشروع. إن شاء الله هتكوني حضرتك معنا. الجزء الثاني والأهم بالنسبة لي، يعني الجزء الأولاني البراند نيم، الجزء الثاني والأهم اللوكيشن بتاع البروجكت. المشروع بتاعنا زها بارك على محو الأمل زي ما حضرتك عارفة. محو الأمل ما بين الأر 2 والأر 3 أكبر منطقتين سكنيتين موجودين في العاصمة الإدارية، وأول منطقتين سكنيتين موجودين بالفعل. اللوكيشن ده طالما أنا رجل صاحب محل أو صاحب عيادة أو صاحب مكتب إداري، أنا أكتر حاجة بتهمني إن المكان ده يكون معروف لكل الناس ويكون سهل الوصول إليه. وفي نفس الوقت حتى لو أنا الأشخاص مش عارفيني هيبدأوا يتعرفوا علي عشان المكان مشهور، الكل معدي عليه. فدي النقطة الثانية المهمة جدا، اللوكيشن. فإحنا موجودين في أفضل لوكيشن في العاصمة الإدارية، دقايق ما بيننا وما بين أطول برج في أفريقيا، دقايق ما بيننا وما بين الجرين ريفر، ما بين النهر الأخضر، دقايق ما بيننا وما بين شارع بن زايد الجنوبي، الخدمات كلها حوالينا. النقطة الثالثة والمهمة جدا برضو بالنسبة للكلاينت، الأسعار والسعر ده بالنسبة لي يسمح بالاستثمار ولا لا، والبيمنت بلان او الانستولمنت بتاعتي التقسيط بيكون على قد ايه. طب ما تقولي التقسيط على قد ايه؟ احنا عاملين ثلاث عروض لفترة بسيطة يعني كده. عاملين عرض 0% والتقسيط على 8 سنوات، وعاملين عرض 5% والتقسيط على 10 سنوات، وعاملين عرض 10% والتقسيط على 12 سنة. وفي يعني اوفر في اوفر عشان البرنامج، صح؟ في اوفر جديد عايز اقول لك ان ده حصري اكسكلوسيف ليكي، لسه ما نزلناش بيه لحد يعني دلوقتي عشان البرنامج. يعني اللي هيدخل على البيدج نفسه مش هيلاقيه اوفر. اللي مش هيروح الشركه ومش هيلاقي الاوفر لمستر سامح هيقوله يكلمني على طول. ان شاء الله احنا معاكي في اي حاجه. الاوفر اسمه 2020، تتعاقد الكلاينت هيتعاقد ويدفع 20% وهياخد ديسكاونت 20% واول شركه تعمله في مصر كلها. الله، حلو جدا حلو جدا. يا جماعه لو حد راح الشركه زي ما قلنا كده ان شاء الله وما لقاش الاوفر يرجع يكلمني او يبعت للبرنامج واحنا هنشوف الموضوع ونتابع معاكم. كل الناس واحنا تحت امرهم ان شاء الله لاي بروجكت موجود ان شاء الله ربنا يوفقكم. بشكرك جدا على الزياره الجميله اللي انتوا استضفتوني فيها دي، وان شاء الله نتابع معاكم المشروع. سعاده بوجود حضرتك.